يقول انا تاجر ملابس واستورد الملابس في اول الشهر من السنة واستخرج الزكاة في اخر السنة. نعم. أي في انا تاجر ملابس. نعم. استورد الملابس في الشهر الاول من السنة واستخرج الزكاة في اخر السنة اي في الشهر الثاني عشر، لكن عندي ملابس تصل في الشهر السادس من السنة، فهل استخراج الزكاة او استخراج ملابس الشهر السادس مع الشهر الثاني عشر ام كيف افعل؟ السنة ما هي للملابس، السنة لرأس المال الذي تشتغل فيه، فإذا تم الحول على رأس المال الذي بيدك وفيه ملابس تثمن الملابس بما تساوي وتزكيها، فالعبرة برأس المال في تمام الحول لا في وجود الملابس. نعم.